كله دلوقتي كل الدول عندهم ما يسمى بالمودلز. انا بتكلم حضراتكم عن المودلز كتير. المودلز دي كلها هي طريقه للتنبؤ. حد بيبقى متخصص في الارقام بياخد الاحصائيات ويبتدي يقول طب احنا في مايو نبقى ازاي، طب احنا في سبتمبر نبقى ازاي، طب الموضوع هيكمل امتى، طب القمه بتاعتنا تبقى موجوده امتى. معانا الدكتور اسلام عنان المحاضر باقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه بكليه الصيدله جامعه مصر الدوليه. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ عمرو. حضرتك شغال على الموضوع ده من امتى؟ من شهر 12 ديسمبر. شايف المؤشرات بتاعتنا ازاي؟ شايف ارقامنا هتبقى عامله ازاي؟ اخر الشهر ده هنوصل قد ايه؟ الارقام ممكن تتضاعف ولا هتمشي بنفس الطريقه؟ قول لنا انت عامل الموديل بتاعك ازاي؟ احنا عموما بما ان ارقام الاصابات في مصر قليله واحنا مش متاكدين من اذا كان رقم الاصابات ده فعلي ولا لا، واحنا زي بقيه العالم يعني هو كل العالم بيحط افتراضات ان قصاد كل حاله مؤكده في ممكن حاله غير مؤكده، في بعض البلاد حاطه 3 حالات او 5 حالات او حتى 10 حالات. فاحنا مش متاكدين من ارقام الاصابات ولا احنا ولا بقيه العالم. فالمودلرز او الناس اللي بيشتغلوا على المودلز بالنسبه لنا الادق هو ارقام الوفيات، لان ارقام الوفيات مؤكده. احنا متاكدين من الرقم ده. فبالتالي السيناريوز بنحطها على الوفيات ونبتدي نشوف. احنا حاليا في حدود 224 وفاه. والرقم ده عشان الناس انا يعني على طول بيقعدوا يتابعوه يوم بيوم. نقول لهم يعني في الاحصاء الارقام دي قليله ان هي تتابع يوم بيوم. الاحسن ان احنا بناخد عينه كافيه سامبل سايز يعني كافيه، فبنقارنها غالبا اسبوع 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 او في بعض البلاد الثانيه الارقام اقل تبقى 10 ايام 10 ايام. ايوه. فمن الارقام دي برضو عشان الناس بتقول هي النسبه اصلها 7%. فهي 7% دي برضو مربوطه برقم الاصابات اللي احنا لسه قايلين مش متاكدين منه. فاحنا مش متاكدين الرقم ده 7 ولا مش متاكدين منه زينا زي بقيه العالم. يعني لسه النهارده كانوا بيتكلموا على كاليفورنيا مثلا ان هم شايفين انه ممكن ما تكونش الارقام دي صحيحه، هي الارقام اكبر من كده. بالظبط. حتى نورث داكوتا اللي هو يعني ترامب كان عايز يفتحها ويفتح الاقتصاد فيها، الناس برضو لسه بتقول مش متاكدين من الارقام عامله ازاي. فبالتالي الاحسن ان احنا نشوف ارقام الوفيات اسبوع باسبوع الريت بتاعها عامل ازاي. احنا كنا ماشيين بريت نمو 300% من الاسبوع اللي فات اللي قبله، الاسبوع ده بقى 200% نمو في ارقام الوفيات من اسبوع لاسبوع. فده يعني احنا الاسبوع اللي فات كنا 300%، الاسبوع ده احنا 200%. 200%. والوطن العربي الافرج بتاعه برضه في حدود 200. احنا قبلينا الجزائر والمغرب وبعدينا العراق، بعد كده دول الخليج. ده بالترتيب كده. فمن الارقام بتاعت الوفيات دي عشان نرجع نطمن الناس تاني اللي ما تنسبهاش للاصابات، احنا مثلا معالي الوزيره لما تيجي تقول البيان بتنسبها للعدد السكان للمليون. للمليون اللي احنا بنعمله اللي هو 7% بيسموها كيس فيتاليتي. دي حاجه بتستخدم لما نكون واثق من ارقام الاصابات. او ان انا انسبها زي ايطاليا والمانيا للناس اللي فوق 50 سنه بس، اللي هم بيسموه population at risk، اللي هم الناس اللي عندهم مشاكل وغالبا عرضه للاصابه اكتر. المهم يعني السيناريوز اللي بتتحط بيحط دايما اي موديل بيتحط فيه 3 سيناريو، سيناريو متفائل واقعي بعد كده سيناريو متشائم. السيناريو المتفائل ادينا المتفائل الاول يا دكتور. المتفائل ان احنا عندنا 224 متوسط الاسبوع بتاعنا في حدود 10 وفيات في اليوم، فده معناه ان احنا على اول الشهر اللي جاي اول مايو هنبقى 350 وفاة ل 400 وفاة. ده طبعا فانت توقعك لو هو النمط ماشي زي ما هو، فانت اول الشهر يبقى عندك 350 ل 400 وفاة. بالظبط. ده لو قلنا ان كل الامور فضلت بالظبط زي ما هي، ولا حصل اوحش منها ولا احسن منها في الاجراءات الاحترازيه وفي الوعي. زي ما دايما كل المودلز اللي بنحطها وبتحط في كل العالم وجون هوبكنز واحنا عندنا في المراكز بتبقى محطوطه بافتراض ان كل العوامل الخارجيه ثابته. لو بكره اتغير اي عامل كل الارقام بتتغير وبنعمل موديل جديد. يعني طبعا لو بكره عملنا اغلاق تام مثلا كل الارقام دي هنبتدي نشتغل عليها من جديد. الرياليستيك سيناريو او السيناريو اللي هو طب لا من هنا اقول حضرتك قلت لي الوفيات، طب الاصابات متوقعه قد ايه من هنا لاخر الشهر؟ يعني احنا النهارده عندنا 3020 او 3022، من هنا لغايه اول مايو يبقوا كام اصابه؟ في المتفائل
ثلاث سيناريوهات. احنا ممكن نوصل للأفريج بتاعها في حدود 9، ده المتفائل. المتفائل اخر الشهر ده 9، وده معتمد برضو باعتماد كبير جدا احنا هنعمل كام عينة مسح. لان هو لو شفت العالم كله هتلاقي ان الارقام كل ما تزود البي سي كل ما توسع التستنج كل ما تعرف اكتر. بالظبط كده، وده يعني حتى في مصر يعني طرديا ده من طردين. احنا تقريبا عاملين 60,000 تيست طلع منهم 3,000 حاله. لو عملنا 200,000، لما كان منظمه الصحه العالميه قالت مصر تقدر تعمل 200,000 تيست، لو عملنا 200,000 تيست هيطلع لنا 10,000 حاله، لو عملنا 1,000,000 تيست يطلع لنا 50,000 حاله. كل ما تعرف اكتر كل ما الالم يزيد يعني. بالظبط كده، لان انت عندك كمان 80% من الحالات بتبقى مايلد خفيفه. فانت شايف انه من هنا لاخر الشهر ممكن نوصل 9,000، يعني ال 10 ايام الجايين دول هنوصل من 3,000 ل 9,000. ده المتفائل. ده بيسموها اكسبوننشال جروس، او اللي هو التصاعد الاسي، اللي هو الارقام اللي احنا نعرفها ازاي دي. نعرف هو الرقم نفسه كان نصه امتى، يعني 50% من 3,000 دي كانت امتى. فده يدينا حجم التسارع اللي موجود في الارقام. ولو بكره وزاره الصحه زودت المسحات هتزيد برضو الارقام. فاحنا علشان الناس ما تتفزعش، احنا متوقعين انه من هنا في العشر ايام الجايين دول، اللي هو احنا عملنا في 3 شهور 3,000، العشر ايام الجايين دول هنعمل فيهم 6,000 كمان. بالظبط كده. يا عيني. بافتراض نفس عدد ده المتفائل يوميا. ده المتفائل. ده حاطط في الاعتبار عدد المسحات اليوميه اللي بتحصل في مصر. طبعا لو برضو عدد المسحات قل عدد الاصابات هيقل. طيب ده كده الاصابات. الاصابات. الوفيات لو رجعنا بقى للي هو الرياليستيك سيناريو، فاحنا بنتكلم في حدود 500. 500 على اخر الشهر. على يوم واحد باذن الله. السيناريو المتشائم تماما هو ان احنا نبقى من 1000 ل 1250. ده ربنا ان شاء الله ما يوصلنا لكده. باذن الله باذن الله. هي عموما دايما الارقام دي بتبقى معتمده على حاجتين، على الاجراءات اللي هي 50% بيسموها الاكسترنال فاريبل، والوعي عند الناس 50% دي الانترنال فاريبل. ونبتدي بعد كده نشوف الدول اللي هي تبقانه، عشان كده تلاقي في الكيرف تحت الدول اللي هي تبقانه في الاصابات زي روسيا وبيرو والجيريا. الدول دي عندهم في حدود 350، اللي هو الاوبتيمستيك سيناريو الاقرب لينا. احنا الحمد لله مش زي روسيا، روسيا طالعه التصاعد بتاعها اعلى، احنا زي بيرو اكتر. ودول ماشيين معانا تقريبا، احنا تقدر تقول احنا زي بيرو من اسبوع. الجيريا الكيرف بتاعها مختلف عننا تماما، ده شكل الكيرف. جزائر. دايما بنمشي على الجزائر. طيب. احنا يبقى دايماً احنا يبقى الكيرف. حضرتك بتقول لي انه ممكن في اسوأ ظرف نوصل من ل 500 حاله وفاه او 1000 حاله وفاه لاخر الشهر. بالظبط. انا اظن صعب قوي انه ننط من الرقم اللي احنا فيه النهارده ل 1000 في 10 ايام. باذن الله لا، باذن الله لا. هو ده بيفترض طبعا وجود بؤر، وبيفترض دايما البيسيمستيك سيناريو او اللي هو المتشائم بيفترض ان كل حاجه حصلت غلط. لا ان شاء الله نعمل كل حاجه حصلت صح. كل حاجه صح. طيب والمتشائم في الاصابات اخر الشهر يبقى قد ايه؟ المتشائم في الاصابات ده يعني للاسف يعني هيعلى جامد، لان احنا لو قلنا هنعمل عدد التستات من 60,000 نقول مثلا 100,000، ده معناه ان احنا كده هيبقوا 6,000 اصابه على ال 9,000، احنا بنتكلم في 15,000. ده السيناريو اللي بعديه، او السيناريو متشائم تماما 20,000. بس يعني ده صعب، لان حجم المسحات حتى اللي بتحصل في مصر والكاباسيتي بتاعتها ما تجيبش ده للارقام دي، ولا المعامل عندها الكاباسيتي انها تحلل ده كله. بالظبط. لان احنا لو شفنا ايطاليا مثلا، ايطاليا ابتدت تخش مش تيست كل كام مليون مواطن، بقت كام تيست لكل 1000 مواطن. الارقام طبعا عاليه جدا. المانيا كذلك، المانيا عملت مسحات. بس انا اظن انه الفتره اللي جايه دي مصر هتوسع يعني هتوسع التستنج اكتر، فممكن طبعا كل ما نوسع كل ما نشوف اكتر. وعشان كده انا بقول دايما للناس ما تبصوش على الاصابات وتتخضوا وتقعد تتابعها. السؤال بقى ابو مليون دولار، حضرتك اكيد عارفه البيك فين. هو احنا ملناش، مش هيتصرف لنا بيك يعني ذروه او قمه زي بقيه دول العالم؟ البيك ليها يعني معتمده على حاجات كتير قوي. احنا لسه في المرحله بتاعنا صاعد،
لو شفنا البيك زي ألمانيا مثلا أو زي الأرقام بتاعت الصين القديمة لما رجعوا بيغيروها دلوقتي، هنلاقي إن إحنا عشان نعرف البيك محتاج نحط تارجت. يعني هي البلاد كلها عشان توصل للبيك بعد كده يوصل لحاجة بيسموها الهضبة اللي هي بلاتو، إن الكيرف نفسه يبقى مستوي بعد كده يبتدي ديكلاين، محتاج تارجت. التارجت ده احنا زي بيسموه ما احنا شايفين قدامنا اهو، المانيا طلعت ونازل نزل خلاص. بالظبط. المانيا ايه اللي حصل فيها؟ اول حاجه ابتدوا حطوا تارجت بيسموه ار زيرو. ار زيرو اللي هو الشخص المصاب بيعدي كام شخص سليم. هو كانوا ابتدوا بان الشخص المصاب بيعدي بيعدي 3. 2.2، فده كان الرقم بتاعهم. حطوا تارجت ان هو يبقى 0.5، يعني الشخص كل اثنين مصابين يقعد واحد بس سليم. التارجت ده بيتحط بعد كده يبتدوا يشتغلوا عليه اجراءات سريعه جدا. يعني هو المانيا مثلا اكتر حاجه مميزه عندهم السرعه، خدوا الاجراءات سريعه جدا، ما تاخروش زي امريكا ايوه، مثلا مش بعد زي حرب فرنسا. ولا زي ايطاليا ولا زي فرنسا. فالاجراءات دي ونص البادجت اللي اتحطت في التوعيه. يعني اكتر، وانا دايما بقول يعني لو عايزين نحسن الوضع نحط بادجت تحسين مستشفيات والوضع الصحي وتحسين توعيه عند المجتمع. بعد كده الحاجة الثالثة هي فكرة القرارات الاقتصادية، لأن هي فكرة إن إحنا دايماً يا إما نفتح والاقتصاد يعني ينتعش بس الإصابات تزيد، ولا نقفل تماماً والاقتصاد يقع التوازن والإصابات تقل. الصعب ده. ده صعب جداً. يعني ألمانيا عشان تعرف تعمل حاجة زي كده تأخذ فلوس كبيرة جداً المانيا للمشاريع تقدر الصغيرة تستحمل ده، اقتصاد وكده. يقدر يستحمل الكلام ده. بالظبط. إحنا ما نقدرش، إحنا الحاجة الوحيدة اللي قدامنا إن إحنا ممكن نمشيها زون، يعني طيب هقول احنا الزون اللي بس. القمة بتاعتنا هتبقى امتى؟ ده يعني برضه سيناريوهات مختلفة، بس ده أصعب موديلنج. احنا يعني دايما أصعب موديلنج بنعمله هو الموضوع ده. احنا بنشوف كل البلاد اللي كانت زينا عاملة إزاي، ونقول إن كل السيناريوز دي معتمدة على ال 50% هل هيتم فيه إجراءات ولا لن يكون هناك إجراءات للغلق. لو استمرت الأرقام زي ما احنا شايفين كده، ده معناه إن احنا لسه قدامنا شهر. لو نفس يعني احنا نفس لسه قدامنا التضارع ده شهر على الذروة، يعني بعد رمضان ان شاء الله يعني. او الا لو قفلنا اكتر او الوعي زاد اكتر فالرقم ده يقل. يعني عارف هي صعوبه الموضوع في الموضوع ده، ان كل ما تغير فاريبل كل ما تغير عامل طبعا خارجي كل ما كل ما تدخل عامل رقم مجتمع خارجي. الموديل بيتغير يعني. بالظبط كده. اكيد دكتور اسلام، انا سعيد ان انا سمعت صوتك نستفيد منك كتير. ان انا كنت بدور على حد في مصر بيعمل الحكايه دي، فانا سعيد جدا ان انا لقيتك. هنزعجك شرف كتير لي بقى. فرصة سعيدة، فرصة شكرا سعيدة. شكرا دكتور اسلام، شكرا لك. نطلع فاصل ونرجع تاني ومعانا لسه اخبار كتيره، وزي ما بقول لحضراتكم بنحاول نفكر ونبص لقدام نشوف حضراتكم تبقوا شايفين تبقوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي، ايه اللي بيحصل. فقره قادمه عايز اكلمكم بقى على ايه اللي بيجرى في العالم. في العالم بقى فيه تغير نوعي غريب هقول لكم عليه بعد الفاصل، ارجوكم ابقوا معنا.